اهلا وسهلا بكم وسلام بالجميع في حلقه جديده من لقاء خاص على كنار تي في صوت العرب من كندا انا محدثكم جمال الشريف كل عام وانتم بخير وعاده الله علينا وعليكم باليمن والبركات. اليوم لدينا شخصيه لمعت على التيك توك شخصيه وضعت من اسمها ولغتها وطريقه القائها الكثير في عالم التيك توك والتواصل الاجتماعي تابعها الكثير انتقدها البعض وأحبها الآخر لكن هذه الشخصية كانت شخصية ليست بالعادية هي شخصية سوبر رائعة لأن نطقها وتعلمها للغة العربية كان لغة بطريقة جميلة سنتحدث اليوم مع شخص ليس عربيا ولكنه اجتهد في تعلم هذه اللغة نطقها بطريقة جميلة وجعل منها الكلام بطريقة سلسة تكلم عن كثير من الأمور التي تحره في المجتمع الذي يدور حوله الأسئلة التي يسألونها له كصيني و اجاب عليهم طريقتها وخاصه ايام مرض كورونا. فنرحب جميعا بصديقنا وصديق البرنامج الاخ والزميل يوسف. اهلا وسهلا بك يا يوسف. اهلا اهلا مرحبا. كيف الحال يا يوسف؟ الحمد لله انا بخير يا شيخ. الحمد لله. اول اول شيء لله. حدثني اين انت الان؟ في اي مكان؟ في الصين ام في السعوديه؟ انا الان انا متواجد في الصين. اهلا وسهلا في زياره ولا عدتني الى الى الصين نهائيا انا اصلي الصيني فرجعت من المملكه العربيه السعوديه اوكي حدثنا عن يوسف من هو صغرك في يوسف من من كان يوسف وهو صغيرا والديك اين ولدت من هو انا ولدت نعم تطلع. انا انا ولدت في الصين ونشات في الصين ايضا ولكن بعدما أسلمت فبدأت الطلب العلمي أو علوم الإسلام وعلوم الشريعة ثم سافرت أو يعني وجدت فرصة لدراسة في المملكة العربية السعودية فسافرت إليها أنت من أي مدينة أصلا في الصين؟ هذا المدينة ممكن يعني ليس مشهورا كعاصمة الصين بكين ولكن هو بجنبها اسمها خنان خونان، اوكي. أنا قد ذهبت يا أخ خونان. ما شاء الله. مقاطعة جميلة جدا. إذا أنت شكرا. لست مسلما في الأصل، لقد اعتنقت الإسلام لاحقا. كم كان عمرك عندما اعتنقت عندما اتخذت الإسلام وكان عمري 14 سنة. ما شاء الله. ما شاء الله. كيف تعلم كيف بدات تعلم اللغه العربيه؟ هل لانك اعتنقت الاسلام ام هناك قصه اخرى؟ هناك قصه يعني طويله اريد ان احكي لكم تفضل انا في اولا اريد ان اقول لكم اني كنت طالبا يعني سيء لا احب الدراسه ولا احب يعني أش... كل اشياء متعلقه عن الدراسه بس اليوميه اللعب والنوم وايضا اشياء اخرى سيئه حتى الاساتذه قالوا لي يا يوسف انت في الدراسه انت في الحصه او في القاعه لو تبغى تدرس تدرس ولما تبغى تدرس خلاص تلعب وتنام ولكن لا تشوش الاخرين واو نعم هكذا قالوا ولكن يوجد استاذه يعني مختلفة تماما عن البقية هو عندما لاحظتني اني ما في دراسة وما في شيء وما في عمل يعني سبهلة هي قالت لي يا يوسف لماذا لا تحب الدراسة؟ فقلت لها قلت لها ارى نفسي يعني انا اظن ان نفسي غير ذك غير ذكي فقالت لا, لا 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 يوسف لا تقول لنفسك هذا لانك يعني السبب في ذلك لم تجد طريقه صحيحه للدراسه فقالت لي هل انت تحب اللغه العربيه؟ فقلت لها حتى اللغه الانجليزيه ما استطيع او ما احبها وكيف كيف ساتقن اللغه العربيه؟ فقالت لي لا لا بأس إن شاء الله سأعلمك حرفا حرفا وكلمة كلمة ثم بدأت دراسة اللغة العربية معها في البداية فوجدت نفسي شوف اسمعوا يا إخوان حتى اللغة الإنجليزية هو سهل معروف ولكن اللغة العربية يعني فيه صعوبة نوعا ما أنا لا أستطيع أن أجيد اللغة الإنجليزية ولكن أخيرا تعلمت اللغة العربية هذا شيء يعني بالنسبة لي أنا غريب أيضا وعجيب هذا أظن هو من هداية الله لي بعدما بدأت تعلم اللغة العربية معها وجدت فيه سهولة مصر. كأن اللغة العربية هي قد قد يعني درستها او تكلمتها سابقا هذا شيء يعني بالنسبه لي غريب بعد ما بدات التعلم معها فعرفت انها مسلمه وهي اخبرتني كثيرا يعني كثيرا كثير الاشياء عن عن الاسلام وعن العقيده وعن الايمان وعن هي الشريعه المسلمة. مسلمه من... صينيه هي مسلمة صينية نعم نعم ولكن نسيت اسمها لأني كنت صغيرا جدا لم أهتم به كثيرا، لم أهتم بها كثيرا نعم فشرحت لي الإسلام وشرحت لي بعض تصرفات الناس هل هو سيء أو غير سيء فيما نعم. في عقول الناس فقلت لها فسألت لها يا أستاذتي هل يمكنني أن أت.. أن أصبح مثلك؟ فقالت لي: طبعا أكيد لكل واحد يعني أن يدخل الإسلام يعني له حقه. ف... فأسلمت بي... بيدها ولكن كان كان لا أعرف الإسلام كثيرا. فسألتها: كيف أقوي إيماني؟ وكيف أقوي العقيدة؟ وأعرف كثيرا. فقالت لي فرشحت رشحت لي يعني مدرسة يعني مدرسة ثانية يعني غير غير مدرسة التي كنت أدرس فيها فقال فقالت فيه بعض الأساتذة يعني هم مسلمون سيعلمك ما هو العقيدة وما وستدرس عندهم أكثر سواء يعني في اللغة العربية أو في القرآن أو في الشريعة أو في الحديث هكذا ما شاء الله ف ف بدات الطريقة لتعلم اللغة العربية ومعرفة العقيدة والإسلام أكثر ما شاء الله، يعني هي من ساعدتك في ذلك وهي من بدأت معك في ذلك نعم هل درست أظن... ال... هل درست ذلك في في الجامعة أيضاً؟ هل ذهبت إلى الجامعة لدراسة اللغة العربية؟ تعلمي للغة العربية هو في الصين حقيقة ولكن بعدما سافرت إلى السعودية وبدأت دراستي في الجامعة الإسلامية ف فتعزز قدراتي للغة العربية ولكن في الحقيقة أصلا بدأت بدأتها في الصين نعم ما شاء الله تتحدث اللغة العربية بطلاقة قبل يومين أه سنعود الى موضوع التيك توك ولكن أه وضعت تيك توك أه انت انا من المتابعين لك أه نعم في السوبر فان وضعت التيك توك أه تتحدث فيه عن كلمه نيهاو او نيهاو ما باللغه العربيه بعده لهجات هل ممكن ان تحدثنا عن دراستك للهجات؟ في الحقيقه هذه اللهجات بس يقتصر على هذه الكلمات لان اللهجات شويه صعبه جدا ما ما يعني لم اتقنها كثيرا نعم اكثر لهجه تتقنها هي الخليجيه صحيح وخاصه السعوديه نعم نعم قليله منها هل زرت دول عربيه غير المملكه العربيه السعوديه؟ لا 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 كنت كنت متر... كنت اتركز على دراستي في المملكه العربيه السعوديه فلذلك ما عندي وقت اخر للسفر الى بلدان اخرى نعم هل في المملكه العربيه السعوديه هل وجدت اصدقاء من دول عربيه اخرى مثل فلسطين، الاردن، الشام، المغرب نعم. نعم كيف كانت طريقه التحدث معهم؟ هم يتعجبون مني <applause> نعم حقيقة والله هم يتعجبون مني أه أول الصديق هو في المملكة في المملكة العربية هو هو اليمني نعم <applause> لأن كما 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 يعرف مو تعرفون كما يعرف أن بعض طلاب الصينيين هم لا يحبون الكلام مع الأجانب مع العرب لا يحبون ذلك وأما أنا أنا الوحيد الذي يعني أنا أحب الحديث معهم خاصة زملائي في القاعة بعدما يعني بعدما انتهينا من الدوام أنا نحن نجتمع أنا وزملائي العرب وغير العرب نجتمع في مكان واحد أو في المساجد نتحدث عن الدراسة ماذا درسنا وماذا يعني ونحضر نحضر الدروس ونراجع أنا الوحيد الذي يج... أجتمع معهم لي... لهذه الأمور ما شاء الله هل تحفظ من الشعر العربي شيئا؟ كيف؟ الشعر العربي القصائد الش... الشعر الشعر شعر لا لم أحفظ ذلك ولكن حفظ بعض, ال... بعض الأجزاء من... من القرآن ما شاء الله كم جزء من القرآن تحفظ؟ تقريبا تقريبا عشرة أجزاء ما شاء الله اللهم صل على سيدنا محمد لك ربنا يحفظك إن شاء الله الآن أنت شددت رحالك إلى الصين ماذا ستفعل في الصين هل ستدرس اللغة العربية أم تدرس الشريعة أم في الصيني ما هو المستقبل ح... الذي إن شاء الله مستقبلي أنا أخطط هكذا أولا قد أكملت دراستي في الجامعة الإسلامية وتخرجت في كلية الحديث سأبدأ العيشة في الصين وأظن أظن أن دعوة الناس إلى الإسلام لا يقتصر مثلا لا يقتصر في مكان معين أو في وقت معين فأخطط لعيشتي أن أكون داعيا حرا هذا الحر لا اعني به لا اعني به افعل كما اشاء لا هذا الداعي يعني اكون داعيا في كل مكان وفي كل وقت ما شاء الله ما شاء الله ممتاز طيب لنتكلم عن عالم التيك توك كيف دخلت عالم التيك توك دخلت في تيك توك كنت يعني وجدت بعض اصدقائي العرب هم يحبون ثقافة الصيني ويحب اللغة الصينية فنصحوني يا يوسف أنت أتقنت اللغة العربية ولماذا لا يعني ولماذا لا تنشر ثقافة الصيني وتعلم الناس اللغة الصينية فيخطر ببالي هذه الفكرة فبدأت أنشر وأرفع فيديوهاتي يعني عن تعليم اللغة الصينية في تيك توك لتعرف للتعارف ولتبادل الثقافات بين 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 الصين وبين العرب. بين السعوديه نعم بين العرب ما شاء الله في فتره قصيره اصبح عندك قرابه ال ألف متابع ما شاء الله هل هل انت دائما متواصل مع المتابعين هل هل تقرا الكومنتس او الـ الاسئله والاجوبه للمتابعين نعم نعم احيانا وايضا ايضا وادعو بعض المتابعين يعني في البث المباشر ادعوهم لي معنا في في الكلام واسالهم ماذا تحبون من الصين او ماذا تريد ان تعرف من الصين هل وايضا احيانا اعلمهم بعض كلمات اللغه الصينيه في البث المباشر ان شاء الله سنقوم انا وانت بعمل بث مباشر على التيك توك قريبا ان شاء لنعلمهم الله لنعلمهم العكس في اللغه العربيه والصينيه انا عشت في الصين مدة عشر سنوات ما شاء الله اللغه الصينيه ما شاء الله الحمد لله ما شاء الله الله نعم. اكثر اسئله كانت تاتيك على التيك توك خاصه في فتره الكوفيد او الجائحه. ما هي الاسئله؟ خاصه انا كنت اسمع هل تاكلون الحيوانات والخفافيش المعينه؟ نعم نعم يوجد بعض يوجد مثل هذه الاسئله يطرح يلقى الي فانا اجيب أظن هذا سوء فهم أن أحيانا هذا سوء فهم ومن جانب آخر ممكن يوجد بعض الصينيين يأكلون هذه ولكن هم هم من الأقليات والأكثر, والأكثر لا يفعلون مثل فعلوا ممكن ممكن لأني ما ما رأيت الصينيين يأكلوا الصراصير والخفافيش خفافيش, خفافيش بس اظن هذا سوء فهم والكذبه في الاعلانات فقلت لهم انا مسلم لا اكل هذه واكل بس ما هو الحلال واما الحرام أم الحرام نتجنب منه نعم يوسف آه خلال وجودك في المملكه العربيه السعوديه او آه لم ارى تيك توك لك خارج المنزل كل التيك توك كان تكون في غرفه في المنزل او في مكان معين لماذا لم تعمل فيديوهات في الخارج لتظهر جمال المدينه المنوره او الاماكن التي كنت تزورها لاني كان عندما بدات ارفع الفيديوهات في تيك توك وكنت في زمن كورونا في زمن كورونا فلذلك من حماية الأهلي لم أخرج كثيرا لأن لم أخرج كثيرا بسبب حمايتهم وحماية نفسي هل أنت متزوج لديك أطفال نعم متزوج عندي بنت ما شاء الله ربنا يحفظها هل كانوا معك في المملكة العربية السعودية أم كانوا نعم 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 هم معي في هم هم معي في المملكه العربيه السعوديه هل تعلمت طفلتك اللغه العربيه ايضا نعم قليلا منها ولما كانت لما كانت بنتي عمرها سنتين هي تعلمت ما ادري من اي ما ادري متى تعلمت هو تعلمت ايش كيف فقط <applause> هل تخطط لزياره دول عربيه اخرى مثل فلسطين الاردن نعم لو اتيح لي فرصه اريد ان ازور أه، البلدان العربيه الاخرى ولكن من صميم قلبي اريد ان ارجع الى المملكه العربيه السعوديه واريد ان ارجع الى المدينه المنوره والمكه المكرمه فهذان المكان، المكانان من صميم قلبي، أه... ه... هما، يعني كيف أقول؟ يعني يعني أشتاق أشتاق إلى هذين المكانين كثيرا جدا جدا، حتى دائما رأيت في الحلم أني رجعت إليه إليها. ما شاء الله. ماذا لماذا احببت المدينة المنورة؟ لأني أولا هو هو المدينة هو مدي هي مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم والثاني بدأت و أو قطعت شوطا كبيرا أو أو شوطا رائعا من من حياتي في المدينة وهناك أساتذتي المحترمين وأصدقائي أه الحبيب وأحباء وأيضا درست وطلبت العلوم هناك أه و لأني يعني... لأني يعني عيش المراحل المراحل هناك يعني ما أستطيع أن أنساها تأثرنا بتأثرك يا يوسف وإن شاء الله رب العالمين تستطيع العودة وزيارة هذا المكان الجميل الذي يحبه كل من زاره وزيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شاء الله, الله. إن شاء الله. <applause> هل عملت عمرة في وجودك خلال وجودك في المملكة؟ أيوة نعم لو إذا وجدت وقت فراغ فأنا اسوق السياره و فدعوت زوجتي وبنتي معي الى العمره دائما ما شاء الله ما شاء الله الحج لم تستطع ان تقوم بالحج هل هل حججت؟ نعم حججت الحمد لله ما شاء الله, ما شاء الله. <تصفيق> اكثر من <applause> مره رائع رائع, رائع رائع يوسف هل هل تتوقع انك ستقوم بتعليم برضو اللغه العربيه في الصين؟ هناك كثير نعم من الطلاب. أكيد أكيد أين تتطلع إلى العلاقات الصينية العربية في المستقبل القريب؟ هل تتوقع أن ستزيد هذه العلاقات؟ أنا م... لا أتكلم عن العلاقات السياسية لأنك لست سياسيا، العلاقات الاجتماعية والثقافية أظن أكثر هو على الإنترنت، على الإنترنت أكثر نعم هل تتوقع أن المواطن العربي أصبح أكثر متفهما للثقافة الصينية؟ أظن أه هم س... الآن وجدت بعض العرب يعني بعض العرب أه هم يحبون الثقافة الصينية كثيرا جدا دائما يعني هم يسألوني عن هذه الأشياء في البث المباشر وأيضا في التعليقات والثاني أه لاحظت بعض العرب هم يحبون أن يشاهد أذ... مسلسلات الصينية بسنسة تلفزيونية الصينية مم. ما شاء الله فأظن, فأظن بسبب جهدي أو بسبب جهدي الصينيين الآخرين سيفهمون ثقافة الصين أكثر وسنفهم ثقافة العرب أكثر إن شاء الله إن شاء الله آه يوسف يوسف جميل جدا يعني آه الذي قمت به على تيك توك آه شيء رائع انا شخص عشت في الصين سنوات كثيره واسمع من اصدقائي العرب الاسئله الكثيره عن الصين احاول ان اجيبها بالطريقه التي اراها مناسبه ولكنك كنت اشجع مني و اقولها لك بصراحه كنت تجاوب على هذه الاسئله على مرأى العلم وأتوقع أن كان هناك بعض الهجوم عليك أنت لا تقول الحقيقة أو شيء مثل ذلك ولكن كنت قويا شجاعا وكنت تتحدث بكل جرأة عن بلدك الصين وهذا شيء جميل أنا عشت في الصين وأحب الصين جدا شكرا الشعب الصيني من أكثر الشعوب قربا للشعوب العربية ثقافة كرما أخلاقا العائلة وتجمع العائلة وحتى أيضا طريقة التعامل قريبة جدا من المجتمع مجتمع محافظ بعض الشيء ليس كالمجتمعات الغربية فأشكرك no. من صميم قلبي يا يوسف شكرا شكرا لك يا شيخ يوسف أتمنى لك كل التوفيق والنجاح أعطيك في نهاية هذا اللقاء دقيقة أو دقيقتين لتقول ما تريد ترسل رسالة لمن تريد أو رسالة شكر لمعلميك لمن تريد تفضل طيب أولاً أريد أن أقول لكم قد قرب شهر رمضان تقبل الله منا ومنكم مصالح الأعمال و اتمنى للجميع المتابعين ولجميع الذي يحبونني صياما مقبولا و حقيقه انا استحي انت رائع انت رائع هل هناك من تريد ان تقول له شيئا في المملكه العربيه السعوديه من اصدقائك او مدرسينك؟ اريد ان اقول ل أصدقائي وزملائي في الجامعة استمروا في طلب العلم واستمروا في دعوة الناس إلى الله وإن شاء الله سيهدي سيهدي الله كثيرا من الناس بأيديهم إن شاء الله فاجتهدوا وشد حيلكم في طلب العلم ان شاء الله في المستقبل اظن س يوجد يعني كيف اقول يعني مكان واسع خاص بنا لننشر فيها ما تعلمنا وندعو الناس بما علمنا اساتذتي وشيوخي استمروا يا اخواني واجتهدوا ان شاء الله. اذكر الجميع لمن يريد ان يتابع يوسف على تيك توك او على منصات التواصل الاجتماعي ممكن يكتب يوسف الصيني على تيك توك ويجد الاسم او بوشول بوشولوف بوشولوف لي لي اه لي اه, آه, آه ال في اوكي آه بي او اس اتش أو آه في هذا الاسم الصيني لي آه يوسف وهو نفس الاسم نعم. على الانستغرام صحيح يا يوسف؟ اي ايوه نعم نعم آه نتمنى لك كل التوفيق يا يوسف ونتمنى لجميع مشاهدينك ومتابعينك ان يستفيدوا من ما تقدمه من آه مواضيع وخاصه في تعلم اللغه الصينيه التي هي ايضا لغه جميله جدا اعشقها بكل ما توجد على هذه الارض مشاهدينا نشكر لكم متابعتكم ونراكم ان شاء الله في حلقه قادمه من لقاء خاص مع شخصيه خاصه نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته السلام